كنتم خير أمة أخرجت للناس، تكريم من رب العزة للأمة المحمدية، خيرية خصت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عن خيرية الأمة الإسلامية وعن سبل تجسيدها واقعا معيشا زمن التحديات، وعن الشباب وأدواره الخيرية، وعن مسار العمل الخيري في مجتمعنا سيدور حديثنا هذه الأمسية. نتكلم عن إكرام الله عز وجل لهذه الأمة بأن أرسل فيها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كان رحمة لنا نحن المسلمين بأن أخرجنا من الظلمات إلى النور. اليوم المؤسسات المسجدية، المساجد مفتوحة، حتى دور الزوايا اليوم في يعني ترسيخ الخطاب الديني المعتدل، وأيضا في تعزيز الوحدة الوطنية، وأيضا في لم الشباب وفي توجيههم وفي إرشادهم، فهذا منبر من المنابر التي يجب أن يوجه لها الشباب. كنتم خير أمة أخرجت للناس، نقاش وحوار جاد حول خيرية الأمة المحمدية. كنتم خير أمة يأتيكم هذا الخميس بدءا من الساعة 6 مساء، ويعاد بثه الجمعة 2 زوالا.